أهلا بكم، أنا ياسين سعد وإليكم نشرة الأخبار. قالت وزارة الخارجية السودانية إن كانت الإمارات حريصة على دماء وسلامة السودانيين فلتتوقف عن تزويد الميليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية. وأكدت أن بيان الخارجية الإماراتية عن الأوضاع الإنسانية في السودان تضمن الدعوة لانتهاك سيادة السودان باسم إدخال المساعدات الإنسانية، وتحدث عن قيود تفرضها القوات المسلحة على وصول المساعدات الإنسانية. ووصفت البيان بأنه لا يعدو أن يكون محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية أبوظبي عن الحرب التي تشنها الميليشيا الإرهابية صنيعة الإمارات على الشعب السوداني بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها. وطالبت الإمارات بالكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي التي أنفقتها على الحرب في السودان. قال رئيس حزب الأمة القومي مبارك الفاضل إن هنالك حملة منظمة نشطت في الأسافير منذ أن أعلن عن منبر جنيف لوقف الحرب في السودان تدعو إلى عدم ذهاب الجيش للمفاوضات، وتشتم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفي أن هناك وضعا إنسانيا معقدا في السودان من نقص في الغذاء وغلاء فاحش بسبب انقطاع الطرق. وأشار إلى أن أصحاب هذه الحملة قصدوا أن يتجاهلوا أن الحرب استنفذت أهدافها ولم يعد لها معنى غير مزيد من التشريد والعذاب للشعب السوداني من عصابات الدعم السريع. ونوه إلى أن البرهان هو الذي أرسل وفدا عسكريا لمنبر جدة ولم يرسل وفدا من الحكومة، لذلك فإن دعوة الجيش للتفاوض هي مواصلة لمنبر جدة، وإذا شاء البرهان فليرسل وزير الخارجية رئيسا للوفد المفاوض ويرسل معه وزراء العدل والدفاع. لقي شرطي مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر اشتباكات مع عصابة تعمل في الاتجار بالبشر وتهريب السلاح تتبع لقوات الدعم السريع المتمردة بولاية الجدار في شرقي السودان. وقال المدير التنفيذي لمحلية باسوندا أبو القاسم عبد الصمد في تصريحات صحفية، قال إن الحادثة وقع أثناء اعتراض قوة من الشرطة عصابة تنشط في تهريب السلاح والاتجار بالبشر في منطقة بدراك 16، وأشار إلى أن المجموعة القادمة من إحدى دول الجوار كانت تحمل نحو 5000 طلقة كلاشينكوف ومدفع أربجي ونحو 9 قطع سلاح كلاشينكوف وجرانوف محملة على متن 9 رأس من الإبل كانت في طريقها إلى قوات الدعم السريع. وكشف عن نشر تعزيزات إضافية وتدخل من قوات متخصصة لملاحقة أفراد العصابة الذين لاذوا بالفرار بعد الاشتباكات معهم. أصدر والي الجزيرة طاهر إبراهيم الخير قراراً بتكوين اللجنة العليا للمقاومة الشعبية والتعبئة والإسناد تحت إشرافه ورئاسة لواء ركن متقاعد عبد الله علي الطريفي، وضمت 18 من الضباط المتقاعدين. وحدد القرار مهام اللجنة في تنسيق جهود الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية والمركز وقيادة القوات المسلحة لتعبئة وتنظيم الطاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب، بما يحقق الغرض من الاستنفار وتوفير الموارد المالية والعينية وتوجيهها لإنجاح الاستنفار ورعاية المستنفرين مع الجهات المختصة لضمان حسن الاستفادة. أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر الشرقي السودان قراراً بتسمية أحد الشوارع الرئيسة بمدينة بور سودان باسم شارع مصر، وهو الطريق الرابط بين مدخل مدينة بور سودان مرورا بالكلية الجوية حتى تقاطع شارع حي الصفا. وقال إن هذا القرار جاء بناء على مبادرة شعبية حصلت على موافقة الأطراف المعنية والمتمثلة في والي البحر الأحمر وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ومحلية بور سودان وإدارة تجميل المدينة وقبيلة الأمرأرة التي يقع الشارع في نطاقها. وقال منظمو المبادرة إنهم رغبوا من خلال هذه اللفتة الرمزية الإعراب عن التقدير والامتنان الذي يكنه كل سوداني لدور مصر المشرف خلال الأزمة التي يمر بها السودان وما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومستلزمات طبية، فضلا عن استقبالها مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من ويلات الحرب.
فرضت قوات الدعم السريع المتمردة شروطاً وضوابط على مواطني وتجار مدينة مليط الواقعة تحت سيطرتها، وقررت في منشور عدم السماح للتجار بتفريغ البضائع أو ترحيلها إلى أي جهة إلا بإحضار إذن شحن معتمد من مكتب الاستخبارات، ومنع القرار خروج أي شاحنة من الترحيلات قبل إكمال الإجراءات، وأن أي تفريغ يعرض صاحب العربة والبضاعة ومكتب الترحيلات للسجن أو الغرامة أو العقوبتان معا، وبحسب القرار بأنه لا يسمح للعربات الصغيرة المتجهة للمناطق الغربية بحمل أكثر من 5 جوالات محددة من مختلف السلع إلا بعد مراجعة مكتب الاستخبارات لتقييم الحالة، ومنع مغادرة الشباب وكبار السن منطقة مليط إلا بعد الرجوع لمكتب الاستخبارات لاستخراج إذن مرور للحالات الحرجة، ويمنع منعا باتا سفرهم من منطقة مليط إلى المالحة الشمالية المثلث ليبيا والطينة. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات سوداني 24. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.